بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا الموضع قريب من أوطاس أيضا موضع، وهوازن هي القبيلة التي حوربت. قال الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بعد أن نصر الله المؤمنين في غزوة الفتح وكانوا 10,000 وانضم إليهم 2,000 من مسلمة الفتح فكانوا 12,000، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكسر هذا المرض الذي بدأ يدب إلى قلوبهم، مرض العجب، فحصلت الكسرة بالهزيمة أولا إذ كمن المشركون لهم، ثم نصرهم الله عز وجل بعد ذلك بعد أن فروا وولوا مدبرين ثم عادوا كما سأتي في الحديث. ذكرهم الله عز وجل بخطر العجب فقال: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا غاية الثبات، ثم جاءه المؤمنون تباعا حتى اجتمع 100 حوله ثبتوا فنصرهم الله. قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه. كان أهل البيت من حول النبي عليه الصلاة والسلام أبناء عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفافة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، يسرع بغلته في جهتهم تثبيتا لقلوب المؤمنين وشجاعة منه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعبأ بكثرتهم حوله حتى ولو هزم وأدبر المسلمون. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة. كانت سمرة، سمرة نوع من الشجر التي تمت عندها بيعة الرضوان في الحديبية. أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس، وكان رجلا صيتا يعني رفيع عالي الصوت، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة، أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. تذكروا أمر البيعة رضي الله عنهم، هم خلاصة المؤمنين وخاصتهم الذين رضي الله عنهم. تذكروا هذه اللحظة التي بايعوا فيها على ألا يفروا، فكأنها عطفة البقر على أولادها، بمعنى اجتماعهم وعودتهم سريعا.
تشبيها لأن البقر طأ لها يعني اقتراب من أولادها اقتراب شديد، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار تذكرون أمر النصرة لهذا الدين الذي قاموا به رضي الله عنهم. فكانت هذه دعوتهم ليذكر بعضهم بعضا بالأوصاف العظيمة. كلهم تشبهوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نادى أصحاب السمرة. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، على قبيلة الخزرج. أولا كانوا هم أكثر عددا وكانوا صبرا عند اللقاء. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس، يعني حين اشتد القتال، المتطاول المتطلع إلى قتال الكفار. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. في بعضها انهزموا وفي بعضها انهزموا. انهزموا دعاء وطلب، المقصود يا رب اهزمهم، أو انهزموا قد وقع الأمر. ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الأمرين، قاله أولا انهزموا دعاء، فأخبر أنه قد أجيب فأقسم صلى الله عليه وسلم أنهم قد انهزموا. وذكر رب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر اسم الرب مضافا إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أنه حافظه وناصره وهو يعصمه من الناس. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. سبحان الله. يقول القتال كان مستمرا على أشده قبل أن يرمي الحصيات، ليس هناك فريق يغلب على فريق، خصوصا بعد أن اجتمعت طائفة من المسلمين من المؤمنين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أن رماهم بحصياته، قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا، قوتهم كلت وضعفت، وشدتهم وحدتهم قد انكسرت ضعفت، وأمرهم مدبرا، رأى أمرهم مدبرا، رأى أمر شأنهم إلى اضمحلال وإلى إدبار إلى ذبول، بمعنى بدأ المسلمون في الانتصار، الروح المعنوية للكفار انهارت، بدأ يعني قتل المسلمين لهم وبدأ أسرهم، انتهى الأمر بانتصار المسلمين بفضل الله عز وجل. معجزات باهرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة، وعن هي نص القرآن، ثم وليتم مدبرين. فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن. الأخفاء جمع خف، يريد القوم الذين ليس معهم سلاح يثقلهم، والحسر جمع حاسر وهو الذي لا درع له، ويقال الذي لا سلاح له. قال إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماه، فرموا برشق من نبل كأنها رجل من جراد. الرشق الرمي، رجل من جراد يعني جماعة منها، والجراد لما يأتي في جماعات بيبقى بالملايين، فكأن هذا النبل يعني سحابة من الجراد. قال فانكشفوا، كشف المسلمون يعني هزموا وأدبروا. قال فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته،
فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه مسلم. يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، من أجل أن من حوله من أهل بيته، من بني عبد المطلب، كانوا جماعة كله يدافع عنه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحفز هممهم على الثبات بذكر شجاعة جدهم عبد المطلب. وقوله إذا احمر البأس أي اشتد الحرب، استقبلنا العدو برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موت أحمر أي شديد، حمراء القيظ أو القيظ، حمراء القيظ شدة حرها، شدة حرها سنة حمراء أي شديدة. والعرب تصف عام الجد بالحمرة، تقول إن آفاق السماء تحمر أعوام القحط. قول نتقي به أي نجعله وقاية لنا من العدو. وقال الله سبحانه وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم، أي كيف يكون بينكم وبين العذاب واقية إن جحدتم يوم القيامة. هذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني العظيمة في الشجاعة والجرأة في الحق والجهاد في سبيل الله. عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس، في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، مع أنهم الذين وقفوا في المعركة وثبتوا فيها. قال: فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. وجدوا يعني غضبوا، حزنوا، وجدوا في أنفسهم ألما لأنهم لم يأخذوا مثل الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، له المن علينا. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، يعني كأنه أبى أن يقول الألفاظ، يعني أصل حديث جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مكذبا فصدقناك. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار الذي يلي الشعر والبدن مباشرة، الدثار الثوب الذي فوقه، يعني هم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيظل معهم، سيظل في مدينتهم. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اتفق على صحته. باب حدة الوداع. عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. وقال: يوم النحر. قال: أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام.
يعني يثبتوا هذه الأحكام لأنهم ظنوا أنهم سيغير. قال: أفتدون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري. في تعظيم حرمة المسلمين كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة يوم النحر. قال هشام بن الغاز: أخبرني نافع بن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها بهذا، يعني بهذا الكلام، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. قال: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. علقه البخاري ورواه ابن ماجه متصلا بإسناد صحيح. عن ابن عمر قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه. يعني كانوا يسمون حجة الوداع ولا يدرون أنها بعدها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أفاض وسع في ذكره، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، لأن أمتنا آخر الأمم، فبالقطع سيظهر في أمتنا. قال: فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثة: إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس على ما يخفى عليه، يستحيل أن يكون ربكم فيه صفة نقص. هذا يدل على أن الدجال يدعي الربوبية، يدعي أنه هو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. إن خفي شأن لن يخفى عليه صفة النقص وعور العين، فبطلان الدعوى حينئذ أظهر من أن تخفى، بطلان دعوى الربوبية والإلهية. قال: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمين، كأن عينه عنبة طافية. طافية وطافية، طافية وطافية، طافية بارزة، وطافية يعني ذهب نورها. قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثلاثة: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث صحيح أخرجه البخاري. وعين المسيح الدجال الشمال ناتئة، وعينه اليمنى مطبوصة، لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا كفر دون كفر، أو نهي عن الكفر الذي يؤدي إلى القتال، كما فعل قبائل من العرب كفروا فقاتل بعضهم المسلمين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا في مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر. قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. قلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ما في هذا، لماذا يبكي؟ قال: وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا خ...
خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآباء. وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. الآن متفق عليها، إن أمن الناس علي رضي الله عنه، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. اتفق على صحته. الخوخة مخترق بين بيتين أو دارين ينصب عليها باب. إن من أمن الناس علي أي أسمح بماله وأجود بذات يده، والمن العطاء، وقد يكون المن بمعنى الاعتداد بالضيعة، وذلك مذموم، الاعتداد بالصنيعة، استغفر الله، الاعتداد بالصنيعة يقول له عملت فيك وعملت فيك، هذا ليس الذي فعله أبو بكر، إنما بذل ماله سمحا به نفسه، كما قال الله في الذم على المن ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس معنى الحديث هذا إذ لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له المنة على جميع الأمة، ولكن هذا يعني اعتراف بالفضل لأهله. وأبو بكر رضي الله عنه له المنزلة العليا في النفقة في سبيل الله. قال وقوله إلا خلة الإسلام أشار إلى أخوة الدين، كل هذا المحبة هو الروايات الصحيحة إلا أخوة الإسلام، لكن أخوة الإسلام. قال وفي أمره بترك سد خوخته، الخوخة التي يخرج من بيته إلى المسجد منها. قال الاختصاص كما خصه بالاستخلاف في الصلاة، وكل ذلك مما يؤكد خلافته رضي الله عنه. نقول لعن الله من سب أبا بكر وطعن في ديانته وأمانته أو خلافته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل إلى قبيل وفاته يشير إلى خلافته مرات باستخلافه في الصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم يذكر منته عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يكون أبا بكر وأعلم الأمة به، فكلها إشارات إلى استحقاقه الخلافة رضي الله عنه. عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودي للأحياء والأموات، يعني صلاته على الميت، صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كأنه يودع هؤلاء الأموات ويودع الأحياء في على المنبر في المسجد كما سبق. قال ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وإني عليكم شهيد، يعني أنا أسبقكم. هناك أمم أهلكت وماتت قبل نبيها، هناك أمم مات نبيها وبقيت بعده، وأمتنا أمة مرحومة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرط لنا سبقنا. قال وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض، موعد أول لقاء، وإني لأنظر إليه وأنا في مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. فقال عقبة فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق على صحته. وهذا دليل على أن الصحابة الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده لم يشركوا بالله شيئا، خلافا للرافضة المجرمين الذين يقولون ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بعدم مبايعتهم لعلي، كذبوا وخابوا وخسروا، إنما ارتد أناس غيرهم، أشرك أناس غيرهم في أطراف بلاد كبني حنيفة وغيرهم. أما الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهم لا يشركوا بالله شيئا،
لكن وقعت النفس على الدنيا. عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، يدل على جواز الصلاة على القبر ولو بعد سنين. قال: ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر الآن إلى حوضي، لمعجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. الحوض موجود الآن ولكن سيكون في الأرض يوم القيامة. قال: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. اتفق على صحته. فتحت أغنى بلاد العالم وصارت في أيدي المسلمين من الصحابة ومن بعدهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي لأمته خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والنبي خلف أبي بكر والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم، فألقى السجف ألقى الستار وتوفي من آخر ذلك اليوم. اتفق على صحته. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض، يعني يسحبها سحبا لا ينقلها وإنما تحك في الأرض لا يستطيع نقلها صلى الله عليه وسلم، بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر هو علي رضي الله عنه. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي بن أبي طالب. فكانت عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. لم تحل الوكاء الرباط الذي يربط على فم القربة. قال: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتم، يعني كفى. قال: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذه الخطبة الأخيرة كانت هي الخطبة التي قال فيها قبل أن يموت بخمس إن عبدا خيره الله، وذكر منة أبي بكر وعدم سد خوخته، فكان هذا ما أراد صلى الله عليه وسلم من عهده إلى الناس، فكان التحذير من التنافس على الدنيا. الأوكياء جمع وكاء وهو الخيط، لم تحلل أوكيتهن لأن الماء الذي لم يحلل عنه الوكاء يكون أطهر لعدم وصول الأيدي إليه، خص عدد السبع تبركا بها لأنها تقع في كثير من أمور الشريعة، والمخضب شبه المركن وهي إجانة يوصل فيها الثياب تشتع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.